مرحبا فيكم، معكم أمين التاجر، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من عرفتوا وشلون. اليوم موضوعنا موضوع جدا شيق، نبي نتكلم عن البرمجيات مفتوحة المصدر، أو يمكن سمعتوا عن كلمة أو جملة open source حق الأوادم اللي طبعا ملمين بهاي المجال. بس إذا ما كان عندك فكرة خليني أشرح لك الموضوع. البرمجيات مفتوحة المصدر الفكرة منها جدا بسيطة، إن في السابق لأن واحد بيسوي أي برنامج، بيسوي أي كود له علاقة بالبرمجيات، عادة يخلي الكود عنده، يخش عنده على أساس إنه مثلاً لو يبي يسوي بيزنس منه، يبي يطلع فلوس، يقدر يسوي ذي الشغلة. لكن في الفترة اللي يعني خلينا نقول 20 سنة اللي راحت زايد قاصر، صار في عندنا توجه وايد جديد حق الأوادم الشغالين في مجال البرمجيات. قالوا ترون شنو؟ في بعض البرامج إحنا المفروض نخليها open، خلينا نقول مفتوحة حق الأوادم، بحيث إنه يقدرون يطلعون شفرة المصدر أو الكود مال البرمجيات، يقدرون ساعات يعدلون ويانا. ومعظم الأوادم لاحظوا إنها الشغلة جدا مفيدة. يعني أنت مثلا إذا تشتغل على project وايد صعب و complicated، أحيانا أنت ما بتعرف كل شيء بروحك، تحتاج خبرات جاية من برا، أوادم مثلا خلينا نقول متقاعدة عندها experience في شغلة معينة، أوادم متمللة بتضيف قيمة حقك أنت في البروجكت مالك. فبدال ما تخلي الكود مالك مخشوش من العالم، ما حد يقدر تشوفه، مع البرمجيات مفتوحة المصدر الحين تقدر تحط الكود مالك في محلات جدا معروفة، وتسمح حق الأوادم كلهم اللي عندهم خبرات أنهم يضيفون قيمة، وأقصد أن يضيفون قيمة بطريقة أنهم يقدرون يحطون كود يخدمك في البرودكت مالك. في موقع وايد مشهور مثل ما بتشوفون الحين بنعرضه لكم، يسمونه github.com. github.com صاير الموقع الرئيسي اللي متعارف عليه حاليا، المكان اللي تقدر تخلي مشاريعك مفتوحة المصدر. يعني لو تدش هنا تكتب مثلا لينكس، انزين بتطالع الاوبريتنج سيستم اللي اسمه لينكس. طبعا مثل ما قلنا في حلقه بنسويها عن اللينكس قريب، وفي اذا بتكتب مثلا حتى الانريل انجن حق الاوادم اللي حابين يبرمجون العاب على محرك الالعاب اللي يسمونه انريل انجن، الكود بكبره موجود هناك. متخيلين انتوا؟ انا اتذكر ان بديت عالم البرمجه مال الالعاب بالخصوص، كنت اموت ابي اعرف شلون بعض البرمجيات تشتغل، خصوصا محركات الالعاب، لأن هالنوعية من السوفتوير، هالنوعية من البرمجيات يعني تعتبر جدا خرافية وصعبة، وتحتاج إن تشوف إيش قاعد يصير. لكن يمكن تبرمج عن يعني عن طريق المحركات اللي كنت أستعملها في السابق مثل يونيتي، ما كان عندي ذي شيء موجود. في يوم شركة إيبك جيمز حطوا الأنريل أنجن، كطبعا الكود موجود، طبعا مو 100% يسمونه أوبن سورس، بس بحكم الكود موجود على جيت هاب وأقدر أشوفه إذا بغيت، إذا سجلت وياهم يغير اللعبة تماماً، أقدر أعرف بالضبط شلون البرمجيات تشتغل. كنا واحد عنده مثلاً اختراع شيء إلكتروني يقدر يباطله ويشوف بالضبط بالتفاصيل إيش قاعد يصير. فهذا الشيء ما تحصل في محل ثاني. وغير ذي، إذا عندك بروجكتات صعبة الحين تقدر تقسمها على عدة أشخاص، تقدر تقسمها على عدة أفرقة يقدرون يشتغلون، وأنت في النهاية تقدر تشوف الشغل مال هاي التيمز، وبعدين بروحك تركب الأشغال ويا بعض، ولا مثلاً ترفض بعض الشغلات. وبالخصوص اللينكس أوبريتنج سيستم، نظام التشغيل اللي اسمه لينكس، عايش على هاي الشغلة. نظام مثل لينكس في وايد أوادم شغالين عليه، فبالتالي أنت ما تقدر تطالع كل تعديليك. ففي مثل جيت هاب، الموقع اللي اسمه جيت هاب، لأن الأوادم يتشاركون بالكود مالهم والتعديلات، في عندنا خاصية وايد حلوة يسمونها pull request، ومعناته أنت تقول حق الشخص اللي يملك السورس كود، اللي يملك الشفرة، أنا ترى أنا سويت تعديل على البرمجية اللي أنت قاعد تسويها، حاب تطلع التعديلات مالتي ولا لا؟ إذا شفت التعديلات مالت الشخص، تقدر حتى مثلاً تحط له كومنتس، تقدر أو مثل ما نقول حط بعض الاقتراحات، تقدر تقول مثلاً عدد الشغلة، عدد الشغلة، سوي الشغلة، عدد الشغلة، بيصير المحل مثل ما نقول كنا منتدى عود، تقدر تعدل وتشوف تتناقش على بعض المواضيع. ليه ما توصل حق ذي المرحلة اللي البرمجيات اللي تشتغل عليها تكون في أفضل صورة؟ وهاي الشيء اللي احنا ما نحصله برا، الأنظمة اللي مخشوشة الشركات عادة تتعامل معاها فيها وايد مشاكل عودة، وبالخصوص بالسيكوريتي. إذا أنت ما تخلي العالم يطلعون شلون بعض الأمور تشتغل، ما في إلا أن الهاكرز يكتشفون مع الوقت المشاكل اللي أنت قاعد تسويها، فما يقدرون أن يصلحون دي الشغلة يعني في وقت جدا سريع. لكن مع الأوبن سورس، حكم أن وايد أشخاص في نفس الوقت قاعدين يطلعون شفرة المصدر، احتمالية أن في مشكلة في البرنامج جدا 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 معدومة. طبعا برمجيات مفتوحة المصدر فيها وايد كلام حلو، نقدر نتكلم عنها 24 ساعة إذا حبينا، بحكم أن دي شيء جدا رائع.
لكن أتوقع مع الوقت إن شاء الله بنسوي سلسلة أطول بنتكلم بالتفصيل شلون دي الموضوع يشتغل. على العموم نشوفكم في الحلقة الجاية.